ما هي الطاقة المظلمة؟ علماء يكتشفون سراً من أسرار الكون. تعد الطاقة المظلمة التي تغلف كوكب الأرض من الأشياء المجهولة للكثير، على الرغم من أنها تحتل جزءاً كبيراً من الكون. وقد أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك مجموعة علماء منائمة بريال كوليد جلندن فاصلة اعتقدوا أن الثقوب السوداء هي مصدر الطاقة غير المعروف. عالم من أمبريال كوليدج لندن. علم الكونيات سيشهد ثورة بسبب نظرية الطاقة المظلمة، ويقول أحد المشاركون في الدراسة وهو دكتور كريس بيرسون أن هذه النظرية ستحدث ثورة في علم الكونيات بالكامل إذا كانت صحيحة. وبعد مرور ما يزيد عن 20 عاماً احتار فيها الفيزيائيين وعلماء الكونيات، توصل العلماء أخيراً لأصل الطاقة المظلمة، إذ كان اكتشاف سرها قبل هذه الفترة يهدد بإفشال أبحاث ألبرت أينشتاين من الماء. ولذلك رأى علماء آلة فلك أن هناك ثورة في الفيزياء مكان أن تحدث بفعل الطاقة المظلمة، والتي تتناسب مع نظرية أينشتاين النسبية.